ومسعود. ومسعود كده الحاجة الوحيدة اللي فيها حياة وسط الرصاص والدم اللي احنا عايشين فيه ده. هي اللي فتحت لي بيتها. خدت بالها عليا انا وابني. ده هي اللي رتبت لي الهروب ده. كانت ممكن تنفد بجدلها وتمشي هي لوحدها. بس خدتني معاها. وهي اللي مشيت. مشيت وما عرفتش اعمل لها حاجة وسبتها لوحدها ومشيت. أنا شفتك قبل بساعة الإعدام وصورتك لما أجا القائد الداعشي وأخدك. صورتني؟ صورتك. هو أنت سوري من رقة؟ لا، أنا صحفي لبناني بس عشت فترة بمصر. كان عندي أساتذة صحفيين مصريين. من بعد رحت على العراق. وبعد العراق جيت على الرقة. بس أنا شغلي علمني إنه ما في شيء بيجي بالصدفة. حتى وجود أم سعود بحياتك ما كان بالصدفة. كل شيء بيبقى مرتب ومشبك ببعضه ليوصلنا لنقطة معينة. أنا مش فاهم. يعني أنا ما كنت مفروض كون معكم اليوم. كنت مرتب خطة هروب أسهل وأضمن. بس قررت إنه أهرب مع أهل الرقة لحتى أوثق يلي عم بيصير وأنقل الحقيقة. أه يعني أنت كان عندك طريق أسهل من ده إنك تهرب منه واخترت إنك تهرب معنا؟ بيكفيني يكون السبب إنه التاريخ على قد ما نقدر ما يكون مزيف. أه أنت مجنون. بدك فل؟ فل؟ لو تعرف تفل فل وخلينا نفل معاك. طب ومراتك وولادك مش خايف عليهم؟ اللي بيشتغل شغلانتي ما ينفعش يكون متجوز. الولاد نقطة ضعف برضه. تتكلم مصري كويس؟ واو. وانت اسمك ايه؟ روح. انا نور يا روح. شربي مياه؟ ممكن. شكرا. ميرسي. شكرا.